الله معكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجنا سيك اند فايند. بحلقتنا اليوم بنستضيف معنا فوج مار يوحنا المعمدان رشعين الكشاف الماروني. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. ثانك يو. بنتعرف عليكم اذا بتعرفونا عن اساميكم، تفضلي. انا ريا ملحام، اول سنه جامعه بعمل بايوكيمستري. اهلا وسهلا فيك، تفضل. جونثان رستوم، بيرسونال ترينر ام ام اي كوتش. اهلا وسهلا. بيخسن جام، ثاني سنه جامعه. كمان اهلا وسهلا فيك باخذ. ميشيل الحكيم، فود سيفتي. تشرفنا. جوال وهبي، ماستر دو اركيتكتور وتاتو ارتست. اهلا وسهلا فيكم، نحن بنستضيفكم معنا وخلونا نشوف سوا مع بعض هذا الفيديو اللي بيعرفنا عن الفوج تبعكم. نحن كشاف الماروني فوج مريحنا من دار رشعين، تاسسنا سنه 2009 ب 19 شباط. اهدافنا هي خدمه الكنيسه، التربيه الخلقيه، التنميه الصحيه والتنمية الحرف اليدوية. شعارتنا هي مقسمة لثلاثة أقسام حسب الفئات العمرية. عنا من الخمس سنين للاثناشر سنة اللي هن جراميز والجرمزات اللي هن شعارن أبذلوا جهدي. برجع عنا من اثناشر سنة لستاشر سنة عنا الكشافة والمرشدات اللي هن دوما مستعد. برجع عنا من الستاشر سنة ولفوق عنا الرواد والرائدات اللي هن دوما في الخدمة. رؤيتنا هي إنه نخلي الشباب أحسن ودائما مساعدين للتغيير البوزيتيف بحياتهم الكشفية وبحياتهم الخاصة. بنبدأ نحن الشباب من كل فئات العمرية، إن كان من العمر الخمس سنين لعمر 16 سنة، يفوتوا معنا بهذا الكشاف، ينضموا لنا، يتعرفوا عن جديدة، يختبروا الحياة الكشفية شو هي، وأكيد نحن رح نصير مع بعضنا بخدمة الله والوطن. بنشكركم على هيدي المقدمة ونتمنى لكم كمان أنه تكملوا نشاطاتكم بكل قوة وبكل زخم بالرعية اللي عم تكملوا فيها. يمكن بدي بلش بسؤال غريب يمكن شوي، قديش بتقضوا وقت بعائلتكم أو مع عائلتكم؟ يمكن سؤال غريب، بس قديش بتعطي وقت جوال لعائلتك؟ هلا انا بين شغلي وجماعتي، لان هلا متضاربين شوي مع بعض، قليل اني اقضي وقت معهم. بس فيني الاقي انه وقت مثلا انا عم بشتغل بالبيت او تقريبا على العشاء والغدا، لانه هودي كمان وقتين مهمين بنقضي وقت مع بعضنا. اكيد. جوناثان، انت كيف وقتك مع العائله؟ كمان زيت شيء مثل ما قلت، شفتين جوال كمان بنبلش شغلنا نحن من الصبح تقريبا لعشيه، فقليل نشوف نقلع وقت الغدا، واكيد الاحد هو نهار خصوصي يعني للعائله. بتقضوه مع العائله كلكم؟ بتقضوا الوقت كمان ليا انت أحد مع عائلتك ولا كيف الوقت؟ حسب. بس أكثر الأوقات كنا نضل مع عائلتي، كنا كل أحد نعمل مشاوي مثل جامعة التقاليد وهيك. بس هلأ هالفترة صراحة أنه ما كتير عم ضل معهم. مع الرفقة وكي؟ أكثر شي ضل مع رفقاتي تقريبا. أوكي. كل يوم بشوفهم وأوقات بشوف أهلي وهيك. أوكي. بس يمكن هذا الشيء بخليني اسال سؤال اللي بعده. يمكن نحن بالوقت اللي عم نقضيه مع عائلتنا بيختلف كمان علاقتنا بالعائله. وعندي ميشيل، انت تزوجتي ويمكن تركتي اهلك واكيد عايشه مع زوجك هلا، هل هذا الشيء غير بعلاقتك مع اهلك؟ لا بالعكس، هذا الشيء زاد اكثر، لانه بالنهايه ما بتقعد تشوفهم كل الوقت وبصير تشتاق لهم اكثر. يعني من بعد الحياه الزوجيه علاقتكم قويه اكثر مع؟ طبعا اكيد اكيد. صرت بستشيرهم باقل تفاصيل ممكنه لبعدين. أكيد. حلو. طيب وانتم اللي مش مزوجين او بعدكم بالجامعه، او شو كيف علاقتكم باهلكم؟ باخص انت كيف علاقتك بالاهل؟ علاقتي باهلي مثل فيك تقول رفقه، انه صرت بفتره بقدر اخذ قرارات لوحدي واتناقش انا وبيي، يعني اسمع وجهة نظره ونتساعد أكتر. بطل مثل قبل وقت كنت صغير هو يجبرني على كل شيء. صرتوا مثل أصدقاء يعني أكتر؟ أنت جوناثان كشاب كمان عندك هيدا علاقة بأهلك ولا كيف؟ أكيد طبعا، يعني أنا وأهلي أكيد بنستشير بعضنا بكل شيء، حتى مثلا حالة شيء بده يصير بالبيت أو شيء كمان بي بيجي بسألني، بحكي أنا وياه، وإذا في شيء أنا بدي أعمله كمان بحكي أنا وبي بديتيلز أكتر يعني بخصوص هاي الأشياء. هل ضغط العائلة بعده ذاته؟ يمكن أهلنا كانوا نقولنا من نحن وصغار، بنقولنا اسمنا، بنقولنا تيابنا، بنقولنا المدرسة، هل هيدا الضغط أو بدون يتدخلوا بكل شيء بعده نفس الشيء هلأ أنتوا لألكم كشبيبة؟ ليه هل ضغط الأهل كتير قوي عليك؟ لا بالعكس، خصوصي أنه هلأ قدام كل شيء، كل شيء تغير، بطل مثل قبل، عرفت؟ يعني الاهل صارت منفتحه اكثر من قبل، وخصوصي انه اذا انا في شيء زعجني ما لازم اكون خايفه انه اقول لاهلي، لانه خلص بعرف انه هذا الشيء لازم دغري يفهموه، عرفت؟ فبحس انه هذا التقدم وهالعصر هلا نحن عايشين فيه كثير ساعد هالشيء، انه ساعد نحن
الأهل كمان ساعدوني وهيك. جوال هل أنت كمان بتوافقيها بالرأي أو بتختبري نفس الشيء؟ أنا بالإكسبيرينس تبعي وانس يعني صرت تلميذة جامعة وبعدين صرت مستقلة بشغلي، هذا الشيء كتير أثر على قراراتي، يعني كل شيء أنا باخده أكيد بستشيرهم ورأيهم كتير بيهمني، بس هن خلص صاروا بيوثقوا فيني، عندهم هيدا الثقة إنه لا خلص I will make the right decision، فهذا الشيء كمان كتير حلو. اوكي بضلوا يقولوا لكم لا على شيء معين؟ يعني حتى انت كمان تزوجت هلا، هل اهلك بداخلك بتقول لك مثلا امك او بيي بيقول لك لا، ولو انت مزوجه انه بيقول لك ما فيك تعملي هذا الشيء؟ هلا مش اكثر انه مش منه بيقولوا لي لا، بس بمعنى انه بيحاولوا قد ما فيهم يعطوا رايهم اكثر، يعني اكثر من هيك يمكن هن ما بيحقوا لهم يتدخلوا، انه بس كاعطي رايي، بساعتها انا يا بدي امشي فيها يا ما بدي امشي فيها، بترجع الموضوع لعندي، كونه انه انا شوي انه استقلت صرت مستقله مزبوط بطلت على بطلت عندهم يعني، بس انه كفكره انه لا نحن يمكن عم بحكي كراي شخص انه انا من قبل ما اتجوز حتى كمان ما بيقولوا لي لا، بالعكس بتكوني اخذ القرار اللي قلبي لي انا وبرفقوكي فيه اكيد 100%. طيب يعني اذا عم بيرفقونا اهلنا وشفنا انه في انفتاح في يمكن تغير بالرؤيه بس نصير شباب اكثر، اي متى بيصير فينا نحن نستقل نترك عائلتنا نترك اهلنا، يعني نقول نحن خلص بمحل معين برايكم يمكن انتم بعدكم مع اهلكم اغلبيتكم، بس اي متى برايكم فينا نحن خلص نقول بنشوف ببلاد برا يمكن على الافلام اكثر او بنسمع اخبار انه بعمر 16 او 18 او 21 حسب البلدان بيتركوا اهلهم، هل نحن وصلنا لمرحله فينا نترك اهلنا بخصوص بالمنطقه اللي عايشين فيها؟ شو ليا؟ انا لا بحس انه خلص بس وصل لمرحله اني اتزوج وبدي اسس عائله ساعتها بترك اهلي بس هيك، يعني ضد الفكرة أنه مثلاً أترك البيت على الساعة 18 سنة أنه خلص أنا صار عمري 18 بروح بعمل شو ما بدي. هل هذا شيء لأنك بنت ولا أنت؟ لا لا أبداً، لا أنا شخصياً هيك بحس أنه خلص أنه هذا بيتك أنت أمين فيه عرفت كيف، بس أنه مش أنه خلص أنه روح وهيك، أنه مش أنه تترك تأترك. جوناثان هل أنت كمان أنه بتترك ولا أنه أنت عندك شغلك وعندك مصرياتك يمكن بتدخل مصاري بمحل معين؟ هل هلا هي الفكرة أنه حسب العلاقة كمان مع الأهل قديش كان قوية، يعني شخص بديك أكيد إذا بدي يطلع من البيت بده يعيش بالوحدة يمكن أول فترة بلاقيها صعبة، بس أكيد لازم تأقلم مع هذا الموضوع إذا عبر الأساس هو حاله بكفي بطريق اللي هو بده إياها، وبعدين بقى مثلا بيقدر يضل يرجع لعند أهله يتردد عليهم بهذه الطريقة، بس أكيد شغل كتير صعب إنه حدا يطلع من البيت اللي هو فيه. الفترة اللي مرقنا فيها هالسنتين يمكن كان حجر وكنا كلنا بالكورونا، قضينا وقت يمكن مجبورين كنا نقعد بالبيت مع أهلنا، بخص كيف كانت الإكسبرينس مع أهلك؟ أنا صراحة بهالفترة كنت عخلافنا أنا وياهم، يعني بس يفيقوا هني نام أنا بس هني ناموا أنا فيه. هيدا الشي ريحك يعني ولا كيف؟ يعني ما أتصلم أنا وياهم كرمال هيك تضل الأمور مثل ما هي. عاد أنت فت بهيدا الستيل، سوري عم بسأل يمكن سؤال شخصي، ولا أنت كنت أصلاً تعيش هيدا الشي أنه النوم مأخر أو الوعي؟ لا كنت أنه هاي السيستم حياتي عكس، يعني سهر للصبح نوم بالنهار وهيك عكس حياتهم هني. ما تعرفت عليهم بطريقة تانية؟ اكتشفت شيء؟ اختبرت مثلا في ناس قضت وقتها بلعب، يمكن حدا منكم قضى انه وقته عم بيلعب مع اهله وراء او غير شيء، في ناس قضت وقتها بالطبخ، انتم ما عملتوا هيك اكتيفيتي مع اوكي مين انا عكسه كليا يعني أوكي. صراحة يعني كان اكتر بوندينج صار يعني بالعيلة طبعاً كان بالكورونا ورجع هذا الشيء تطور لهلأ، يعني أوكي. يعني من وقتها لهلأ مثل حافظنا على هذا الشيء وهذا الشيء كتير كان حلو يعني. اوكي ميشيل تعرفتي على زوجك اكثر خلال الحجر؟ صراحه انا انحجرت عند اهلي وبعيد عن جوزي وبعيد عن الكل، يعني كمان ما بعرف ليش بتحس بحمايه اكثر، بتحس بامان، بتحس انه ما اخذت كورونا يعني كيف انا اللي لقط كورونا هو لا ما لقط تدلك بعيده يعني تتحمي 100% تحمي واحمي الكل حتى اضطريت اني انحجر باوضه لحالي بس انه صعبه، بس بذات الوقت بتحس انه انت محاط بحمايه وبامان هالقد. اوكي يمكن بس بحب اذكر بشيء كمان يمكن او اربط بنقطه عايشه يسوع كمان عايش كان بعائله مع يوسف ومريم، وعم تحكوا هذا الامان اللي بتحسوه او انه بالنهايه هذا بيت اهله، كمان يسوع كبر مع عائله كان في ام وبي، وبنسمع بالانجيل كمان في قرايبينه يعني كانوا حتى يعتقدوا انه هن اخواته او قد ما كانوا قراب كثير من بعضهم، يسوع عايش هيدا الشيء وكبر بعائله، وبقلنا الانجيل كبر في الحكمه والقامه كمان قدام اهله وقدام الناس وكان يسمع لاهله، قديش مهم الواحد يكون قريب من عائلته ويعيش ويكبر طيوصل بعدين بمرحله يقدر ينطلق. ومن هيدا المنطلق عم بحب اسالكم، هل تعلمتوا شيء من اهلكم؟
يعني نحن وصلنا لمرحلة أوكي عندي شخصيتي أكيد، بس هل تعلمت شيء من أهلي، من أمي أو بي أو أخواتي حتى كمان إذا أكبر مني أو أصغر مني، هل تعلمت شيء ليا من أهليك؟ تعلمت كذا شغلة. أول شيء خصوصي بعد هالفترة، وكانت فترة كتير صعبة على الكل وعلى الجميع، أنا كتير حدا متفائل، وتعلمت منهم الزيادة إني أكون مسؤولة، يعني تعلمت منهم المسؤولية، وهذا الشيء زاد وقت صرت شفتان رفتو، وأنا هلا عندي ولاد صغار، فحسيت أكثر إنه مسؤولية، عرفت؟ بتقولي لهم إيش بتقول أمك شيء ولا؟ كذا مرة صارت مثل شو؟ أعطينا إكزامبل. بتذكر كتير بس إنه كذا مرة صرت هيك شو حكي. المسؤولية زادت بصر عندي، بس حملت هذه المسؤولية بالكشاف. مبسوطة وفخورة بالولاد. بتقولي ولادك؟ بتقولي لهم ولادك؟ ايه على فكره بسال قبل انه بدي اقول انه انا صرت بتحس اني مثل ام. حلو. انه كلهم صغار بالعمر وانت الكبير بيناتهم، انا واكيد شاب بخص ما فيني انكر فضله. كمان بتحس انه في شيء تعلمته من بيك؟ قلت كثير انه انت صرت صاحبه انت وياه، وهذا الشيء بياثر عليك بالكشاف. اللي تعلمته من بي انه ما بيسال عن شيء، يعني ما بي يعني ايش ما يعمل خلص انعمل، ما بقى في شيء انه ندمت على هالشغله اللي عملتها، خلص مشيت الحياه هيدي بدك واقع بدك تمشي خلص، كل العالم بتغلط. بس بيكون مفكر فيها قبل اكيد وتاخدها اذا كل... في عائله بين ايديه وفي مسؤوليه. وهذا الشيء انت بتعيشه كمان. اوكي حلو كثير، ميرسي لك جوناثان. شو تعليقك على العائله؟ عائلتك تعلمت منه شيء؟ اخر فتره انا وذكرت ما بي اكثر شيء روح نجيب اغراض للبيت وهالاخبار، فهذا كمان حسيت بمثل مسؤوليه البيت اكثر شيء، انه رح يوصل دوري انا انه انا اكون بهذا المطرح واقعد ابرم وجيب اغراض للبيت ودير بالي اكثر على عائلة. يعني مسؤوليه، فيك تقول مسؤوليه مثل ما بيقولوا رب المنزل للبيت. كيف؟ اوكي حلو كثير. يعني نحن اللي عم نعيشه بعيالنا يمكن بعدنا بمجتمع كمان قريب من عيلته، والعيله موجوده لها قيمه، وبنعرف انه العيله هي اول خطوه بيخطيها الولد انه تيفوت على مجتمع اكبر منه، بيتعرف على امه وبيه واخواته، بعدين في العيله الاكبر مش النواتيه. هل ممكن نحن كشبيبه وخصوصي كمسيحيين ممكن نعطي حب للاخرين او وخصوصي انتو ككشاف، إذا نحن ما أخذنا هذا الحب من العائلة اللي هي أول مصدر بيتلقى أو بيعيش فيه الولد، هل ممكن نحن نعطي حب للآخرين إذا ما أخذناه من عائلتنا؟ شو رأيكم؟ هلا أنا رأيي بما أنه مثل ما قلت أنه هو المصدر الأول، يعني أنت وين بتخلق؟ بعائلة أول شيء. سو يمكن إذا هذا الحب ما كان موجود، يمكن بعدين أنه ينوجد بشيء تاني، يمكن رفقاتك، يمكن أبونا الضيعة، يمكن ما بتعرف الحياة يعني شو بتقدم لك. بس هو أنا برأيي هو شيء كتير مهم، لأنه أنت من العائلة هو ببلش هذا الشيء. أكيد صعب يرجع يتكون، بس بيتكون أكيد. بس لازم يكون أنا برأيي المصدر من العائلة. من العائلة أكيد. حكيتي شيء جوال خليني أعقب عليه، من الرفقة. بتعتبروا حالكم عايشين بعائلة؟ يعني فينا نقول إنه رفقاتي هن عائلتي كمان، ولا بس العائلة هي الأبي والأم؟ شو رأيكم؟ شو رأيك؟ أكيد أكيد، نحن بالنهاية يعني كنا صار موجودين هون، نحن وان بيك فاميلي، نحن أكترية أوقاتنا مع بعض، أكترية أشغلنا مع بعض، كرمالهم، كرمال الشباب، كرمال الأولاد، كرمال كل الأمور الموجودة معنا بقلب الجامعية، بقلب الكشافة، فهذه كرمالهم أكيد. نحن عائلة. بتحسوا كلكم هيدا الشيء؟ بتفشوا خلقكم لبعض؟ ما بعرف، بتعيطوا على بعض؟ بتصرخوا على بعض؟ بتعلقوا ببعض بالكشاف؟ اكيد. بس هيدا الشيء ما بيمنع انه تكملوا اكيد. لا لا. اوكي. ما هو اذا ما صارت ما بتكمل، يعني اذا ما صار في هالصريخ وهالعيط كله سوا ما بتقعد تكمل. بالنهايه كمان نحن ما بنختار اخواتنا بالعائله، وحتى بالعائله الكشفيه عندنا ناس يمكن نتعامل معهم بدون ما نحس، بنصير فرد عائله بدون ما نختارهم كمان، وبنكمل معهم الطريق. بدي اشكركم على الفقره. خلونا نشوف هلا مع بعض فيديو سالنا شبيبه بشارع بالمنطقه عنا عن رايهم بموضوع معين، خلونا نشوف سوا ونرجع بنكمل. انه اكيد شيء طبيعي، في كتير كوبلات ما عندهم اولاد وهن انه مبسوطين مثل ما بيقولوا، بس ما فينا نقول انه الولد ما بيجيب، انه مش ما بيجيب، انه بيكون هو سبب سعاده او انه بيكون اكثر بيوحد العائله او شيء، بس انه اكيد ما في مشكله يكون في عندهم كوبل، مثلا المراه ما فيها تجيب اولاد او الرجال ما فيه يجيب اولاد، فانه اكيد ما في مشكله. اكيد في كوبل يعيش بلا اولاد، بس انا شخصيا ما بفضل، انا بحب بحس العيله اساسها هي الاولاد،
ولو الكوبلي ما بيقدر يجيب الاولاد اولاد سوريا بنقدر نكون عم نتبنى او هلا وصلنا لمراحل طبيه نكون عم نقدر نعمل زراعه او عده قصص. بس انا بلاقي الولد انه هو اساسه هو بيساعد تبني العيله وتضل هذا الكوبل المجموع. نعم كل كوبل لازم يكون عنده اولاد كونهم مزوجين كنسيا وسر الزواج بيتطلب انه هيك. برايي انا ايه من الضروري يكون عندهم اولاد كونه الولد بشكل شيء اساسي بالعيله. هلا الافضل انه اذا اكيد القدره موجوده انه يكون عندهم اولاد انه يكون عندهم اولاد. اذا ما هيك اذا انه هن كانوا على وثاق انه ما يجيبوا اولاد لاسباب انه ما بدهم يمكن انه اوكي مش ضد بس انه اكيد افضل انه يكون عندهم اولاد. في يكون كوب ما عندهم اولاد بس الولد بيساعد بالعلاقه كتير. في حال صار حيلا خلاف او شيء يمكن الولد هو اللي بيشد العائله تضلها مع بعضها ويبعدوا عن الطلاق. انظارنا نحن انه ثمره هذا هالكوب لهالزواج اللي بده يصير بين اثنين هو الهدف بناء العيله وبالتالي نعم مفروض يكون في اولاد والهدف بالنهايه اذا بدنا نحكي اكثر انه مشاركه الله في الخلق. هي اول شيء هالشغله ما انا غلط بس بشك انه تكون علاقه ناجحه مثل وحدين عندهم عائله واولاد وعم يربوا اولادهم ومبسوطين. انه بحس الاولاد يعني كيف بدي اقول لك انه بلا اولاد ما فيها العائله المتماسكه مع بعضها البعض. يعني شفنا سوا رايهم بالموضوع. انا بدي اسالكم كمان انتم شو رايكم، هل كل كوبل لازم يكون عنده اولاد؟ يمكن عم ننتقل شوي على موضوع شوي مختلف بس وحسيت، هل كل كوبل مجوز لازم يكون عنده اولاد؟ شو جوناثان؟ حسب. هلا اكيد انه نحن انه نعمل عائله هو شيء كثير حلو، ربي اولاد ونشوفهم بيكبروا قدامنا هو احلى شيء يمكن ممكن البي او الام يحسوه. بس كمان بدك ترجع حسب هن كيف شو بدهم، يعني شو هدفهم من هذا الشيء من كعائلة. يعني فيهم يقرروا انه ما بدهم. ايه هني حرين بالنهايه. اوكي. يمكن جوان عندك راي غير؟ في شيء زياده، يمكن شغله ما فيهم يتحكموا فيها اذا كانت يمكن عندهم مشاكل بالانجاب. ممكن يكون هذا عائق يمكن شيء طبيعي عن انتشنال مش انه قصدهم يعني انه فيمكن يلجأوا للتبني او وسائل ثانيه يعني. ميديكال. بس لازم يكون عندهم اولاد برأيكم الكوبليت كلها ولا فيهم يختاروا انه لا مثل ما قال جوناثان؟ انا رأيي الشخصي انه كل حدا بيعيش حسب هو نظرته بالحياة، يعني مع انه هو شيء كتير مهم انه العائلة بالنسبة لألي بس ما فيني اجبر انا حدا تاني يكون بده نفس الشيء. فكل حدا حر انه ينقي المسار اللي هو بده اياه بالحياه. اوكي. يعني بالمستقبل اذا انتم كوبل زوجك يمكن ليا بالمستقبل اذا قال لك انا ما بدي اجيب ولد تقبلي معه؟ ليك ما بعرف بس انا شخصيا انا كثير بحب الاولاد. اوكي. يعني بحسها صعبه علي اذا قال لي هيك، اكيد الا اذا كان في كام عين مثل ما قالت شفتان جوال حسب الظروف، بس انا شخصيا كثير بحب الاولاد وبحس انه الولد بغير شيء جواتك يعني خلص انه انت عندك ولد بغير كتير اشياء بالعائله وخصوصا بين الزوج والزوجه، بحس انه ولد اساسي. اكيد. وهيدا الشيء بذكرني بسفر التكوين وقت الله خلق الانسان ما خلقه وحده، كان ادم وحده وبعدين الله حب يلاقي له بقول الانجيل حدا يعطيه عون وطلب من حواء وادم بسفر التكوين برجع بذكر انه اذهب واكسر وانمو. دونك هدف التكوين هدف الله بالكوبل انه يكملوا الخليقه كمان، وقديش حلو انه هذا الكوبل يكون عم يتوج حبه بانه يكون عنده اولاد اذا كل شيء كمان بيقدر يسمح بهذا الشيء، ومثل ما قلت جوان يمكن يتبنوا او يلتجوا لوسائل ثانيه كمان يكون في عندهم اولاد. يمكن كمان بالمستقبل سؤال بعيد، هل بتحبوا عائلتكم المستقبليه تكون نفس الشكل مثل عائلتكم هلا اللي انتم عايشين فيها؟ وإذا لا شو اللي بيمنع أو شو اللي بتحب تغيره؟ شو باخص؟ أكيد يعني إنه أنا ربيت ببيت قدموا لي كل شيء أهلي وإيش ما يصير ويوقفوا حد بعض وهيك، إذا قادر أعمل عائلة مثلهم على بكره بتجوز. أوكي. الله راد أكيد يعني ونفرح منك أكيد بالمستقبل. أوكي. شو مثال؟ يعني صراحة بفحص ما في يطلع من حاله، ما في يطلع من أهله ومثل ما كنا عم نحكي. وأكيد بتربي أولادك مثل ما أهلك ربوك نفس الفكرة، بس بيفترق أنه أنت بزمن تاني بوقت تاني يمكن التفكير بمحلات بتتغير، بمحلات بتتحسن أو بتصير أسوأ، يمكن نحن كيف منشوك بيشوفوها كأهالي وهيك، بس أنه بلا نفس التربية بتتربى أكيد نفس الشيء. أكيد حدا بيحب يغير بعائلته شيء للمستقبل؟ أوكي.
أكيد لا. طيب هون أنا رح كمان أتذكر شيء من العهد القديم، وصية كلنا بنسمعها هي الوصية الرابعة، أكرم أباك وأمك. شو بتعني لكم هيدا الوصية أو كيف تفسروها أو كيف تحبوا تعلقوا عليها لهي الوصية؟ جوال شو؟ أنا برأيي بما أنه أهلي من وقت اللي خلقت لهلأ يعني عم يعتنيوا فيني وعم يقدموا لي كل هالحب وهال unconditional love خليني أقول غير مشروط، فأنا يعني أقل شيء فيني أعمله هي أني أكرمهم، لأنه أنا برأيي هذا الشيء ما ضروري يكون وصية مشان تعمله، أنه أنت من جواتك الفيلينج يعني اللي بتحسه أنه لا أنا لازم أني أكرم بي وأمي. كيف بتردينهم هلأ ولا صعبة؟ هلا كتير صعبة صراحة عن جد يعني بالمقابل يلي هن الأشياء اللي عملوا لي إياها، بس أكيد بردلهم إياها بالحب والحنان يلي أنا قد ما فيني رده. بتردي؟ برده. أوكي، مش ننطر يعني عيد الأم أو عيد البيت كأوكازيون. جوناثان أنت كيف يمكن الشباب ما بيعبروا مثل البنات، هل بتعبر عن بتكرم أمك وبيك يمكن أو بطريقة معينة أو بتعبر لهم عن حبك؟ أكيد طبعا. هلا بالنهاية الأهل أكثر شيء بحبوه إنه يكون الابن إنه بيسمع الكلمة وأكيد بيرفع راسهم برا، ما يعمل قصص تصود له نجم مثل ما بيقول. فممكن إنه يوصل الولد مع أهله بمراحل شوي عكس بعضهم، إنه بده يعمل شيء الأهل يعارضوا الرأي. فهون بيرجع إنه قد ما كانوا هني مثلا مخالفين الرأي، هو عبيله يعمل هذا الشيء أكيد يعني لمصلحته هو بيقولوا له لا، مش لأنه هني بيعتقدوا شيء تاني، قد ما بيخافوا بيقولوا له لا. فأكيد هوني أنه بده يعطيهم الريسبكت اللي مفروض أنه تنعطى يعني لأنهم يقدرهم ويحترمهم أكيد بهذا الشيء. يمكن هالشيء اللي عم تقوله خليني أفكر بالأهل اللي كتير بيسكروا على أولادهم، بيضغطوا عليهم، ما بيعطون يمكن مجال من الحرية. إذا في أهل كتير اوفر بروتكتيف بيحموا اولادهم بطريقه كتير كبيره، شو ممكن توجهوا لهم انتم كمان كمسؤولين كشاف، شو ممكن توجهوا لهم رساله للاهالي عم يسمعونا اللي بيحموا كتير اولادهم ولدرجه انه يمكن هذا الشيء ما بيسمح للولد انه يزيد؟ شو ليام؟ هذا الشيء اللي انت قلته بحس يعني يمكن يصير الولد عنده عقده مثلا كتير بيخافوا عليه، يمكن يخاف يعمل هالشغله او اذا غلط يخاف يقول لاهله انه انا غلطت، يكونوا كتير ستريكت عليه. انا كتير بعارض هذا الشيء، فلا بحس انه لازم يكونوا كتير بيعرفوا يحكوا مع الولد، واذا غلط يقولوا له انه انت غلطت يعني يتفاهموا معه ويكونوا حد بهذا الموقف. ابدا ما لازم يكونوا معه ستريكت وهالاخبار، لانه كثير بيفوت بيصير في عنده ولد عقده جواته. اوكي، افضل انه يدعموه. اكيد. اوكي، باخذ بتوجه شيء بتقول للاهل اذا في حدا اهل عم بيضغط على ابنه، شو بتقول لهم؟ انا ضد نهائيا، يعني لازم اول شيء تمشين تمنع الولد يعمل شغله، اذا ما بتفسر له ليه انا منعتك حيصير يعملها بالسر، وقد ما فيه بده يعرف انه بده يجرب كل شيء ولد بالنهايه. اذا ما بتخبره انه انا منعتك لانه هيدي لها سيئات كذا كذا كذا، الولد تلقائيا او من ورا ظهرك بده يعمل الشغله. فاذا ما في تفاهم وتقدر طريقه انا للولد ما انا طب الحوار مهم. طب وللولاد اللي قصد بيعملوا كمان عكس اهلهم او اللي ما بيسمعوا او اللي دائما بيعملوا نكايه، اذا اولاد عم بيسمعونا كمان شو بتقولوا لهم؟ وفي مع في اولاد معكم بالكشاف، يعني قلت انت مسؤوله عنهم، شو ممكن نقول لهم لهؤلاء الاولاد؟ انه يسمعوا اكثر من اهلهم، يشوفوا شو نظره الاهل بخصوص هذا الموضوع بغض النظر شو هي الفكره الاساسيه يعني او المحور تبعها، انه ليش انا بدي اعمل هيكي باهلي، ليش انا بدي اعمل عكس اهلي قصد. فانه في 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 سبب لهذا الموضوع، انه انا برايي يصير في حوار بين الاهل يسمعوا اكثر للاولاد كمان يقدروا الاولاد يستوعبون اكثر. اذا اذا قال اهل مثل ما شاف بيخص ما قدروا وصلوا الفكره اللي المفروض انها توصل، ساعتها بدهم يعملوها لشو ما كان يكون. اوكي، سو الحوار كثير مهم مع الاولاد. تفضلي. برايي في شيء مهم يمكن بيساعد على هذا الشيء اللي هو الثيرابي، بتساعد الولد والعلاج النفسي، بتساعد الولد والأهل. يعني يمكن نحن أوكي مسؤولين كشاف نقدر نتدخل لإكستانت لليمت معينة، أكيد. بس هذا الشيء ما بيخلينا أنه نروح بيوند هيدا الليمت، وهذا الشيء يمكن بالعلاج النفسي بيقدر ينحل، يعني خصوصي أنه هلأ عم بيبين أنه كتير نتائج إيجابية إذا العائلة. يمكن في ناس ما كتير بتعتبر هيدا الشيء أو ما يمكن موضوع هذا بده حلقة واحدة يمكن، بس كمان واحدة من الحلول أنه يكون في
حدا عم بيرافق الأهل والولاد بهيدا الشيء. خلونا ننتقل للصورة. نحن كل حلقة عنا صورة منشوفها سوا، خلونا نشوف هيدا الصورة سوا ونرجع منعلق عليها. بالصورة عم تشوفوها، شو رأيكم أو شو تعليقكم عليها؟ مين بحب يقلنا شو رأيه؟ مثل ما أنا قلت قبل بجاء أنه ما لازم الأهل يكونوا ستريكت على ولادهم، لا، أهم شيء بين كل اثنين أو خيال لأفراد يكون في حوار. حتى لو كان صغير كبير، أنا شفتان وشفتان لأولاد صغار بعرف أنه يعني مختبرتها، عرفت؟ ف بعرف مثلا اذا ام بدق لي بتحكيني مثلا بتقلي ابنك ابني هيك 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 يمكن بتعطيني سيكريتس عنه. ما بعرف اوصل له اياها، بصير انا بدي اعرف مثلا اعتبر هو عنده كام عيانه او شيء، كام عيانه انا لازم اعرف كيف اتواصل معه كيف احكي معه، مش بالعنف يعني ابدا ولا okay. بالعنف يعني، هيدا مني وكل الاهل كمان لازم يكونوا هيك مع اولادهم، خصوصي اذا حدا عنده كا، حتى كمان لو ما عنده كا انا كثير مع انه يكون في حوار بين الاولاد والاهل وبين كل حدا، ابدا مش مع هالصوره. يمكن شايفين هون الاصبع اللي الاهل كثير بيستعملوه انه لا ما تعمل او شيء، دونك هيدي كمان كثير عم شوف شخصيه البنت يعني جاي الاهل من فوق عليها. بتحبي تقولي شيء ميشيل؟ يعني حتى بتشوف الخوف كثير مسيطر على هيدي الصوره، ف يعني واحد لازم يعني الاهل لازم يعطوا للاولاد الوقت الاكثر تيقدروا يحكوا مع بعض، تيقدروا يعطوا يخلقوا الحوار بين الولد والاهل، تيوصلوا الاولاد فكرتهم للاهل شو صاير معهم، مشان ما يخافوا منهم، بالعكس ياخذون حمايه لهم. اوكي، دوك مهم كثير نرجع على فكره الحوار بين الاهل والولاد قد ما فينا. رح ننتقل على صوره ثانيه قبل ما نكون عم نختم حلقتنا. هيدي الصوره اللي مبينه قدامكم، شو رايكم؟ يمكن شيء مش معودين عليه او معودين عليه بالمجتمع عنا، شو رايكم فيها؟ بخص شو شايف؟ انه شايف بي وام وعم بيبعدوا عن بعض والولد عم بينقسم بالنص. انا ضد هيدي نهائيا، يعني انا مع انه البي يقتل حياته والام تقتل حياتها كرمال الولد ما يطلع مكسور مثل الصوره. او اذا بدهم يبعدوا عن بعض يبعدوا بطريقه الولد يضل مثل ما هو، يعني يا بدك تلاقي حال انت الولد ضل مثل ما هو وتقتل حياتك، يا لازم تتفاهم انت والزوج او الزوجه كرمال الولد ما يتاثر بهذا، وهو بوقت ما بيكون فاهم ايش صاير. اوكي، يعني بيتعذب بصير كل حياته. إيه الولد يمكن بعمر ما بيعرف شو عم بيصير، بيشوف اهله بس انه عم ينفصلوا او عم يطلقوا او شو. جوال، انا بشوف انه الولد يلي هو عايش هيدا الاكسبيرينس وقتها يمكن الاهل يعملوا هيك شيء تيفرق، يعني يفرقوا هن يفترقوا عن بعض ويفرقوه هو وقتها يشوف غيره يمكن ما عم بيصير فيه هذا الشيء، حيحس بنقص معين، حيحس انه يعني يمكن حياته ما انا حلوه ما انا منيحه، يمكن يلجا لاشياء يصير انه عنده مثل سايد افكتس ديبرشن كل هالاشياء. انا شوي بركز على المنتل هيلث لانه هذا شيء كثير بنشوفه بمجتمعنا. فمثل ما قال شيف باخوس انه اذا بدهم ينفصلوا انا مع انه اذا هذا الشيء كثير يعني خاص مش قادرين يعيشوا مع بعض يلاقوا هيدي الطريقه يلي يحطوا الولد البرايورتي، يعني انا برايي انه بتصير هيدي بس يعني بالرير كيسز انه يلي خلص نوي يعيشوا مع بعض بس يضلوا يهتموا بالولد لانه بالاخير هو الفيوتشر، يعني هو رح يكمل لبعد. بس للاسف عم نشوف انه الاهل يعني في مشاكل عم تتغلب والام كمان بدها تعيش بالنهايه حياته، خصوصا اذا صبيه او الرجال كمان انه بده يكمل حياته وما بيقدروا يكملوا سوا وبيطلع يمكن الولد ضحيه. هل الاهل لازم يكونوا ضحيه؟ يعني هل الاهل لازم يكونوا ضحيه مشان ابنهم يكمل؟ انه هي مسؤوليه هن جابوها، يعني هن قرروا انه يكون عندهم ولد، اذا ما راح يتحملوا هالمسؤوليه لاخر حياتهم من الاصل هن مغلطين ما لازم يعملوا هيك. ليه؟ شو كان بدي اقول هالجمله اللي قالها انه خلص هن مش راضي انه يجيبوا ولد ويتحملوا هالمسؤوليه الكبيره اللي هن عملوها، فانا برايي من الاصل ما يتجوزوا او من الاصل ما يجيبوا ولد ويحملون هالمسؤوليه، لان مثل ما قالت شفتان جوال كثير بتاثر على الولد كثير، يعني انا كمان شايفه اولاد هيك كثير كثير بشعه والحاله اللي بيعيش فيها الولد كثير صعبه. اوكي، بدي استفيد من هذا الشيء واقول انه هالمسؤوليه اللي حكيتوا عنها هي مسؤوليه الاهل، مسؤوليه اكبر من اني اعمل عائله، انا عم وصل كمان صوره الله
هو الاب، صوره الله الاب عم وصلها كام وبي لاولاده. دونك هذا الولد اللي عم بيعيش تجربه بشعه يمكن مع اهله، يمكن تنقلب صوره الله بالنسبه له بطريقه سلبيه، مع انه فينا يكون عنا اكسبيرينس مع الله بطريقه تانية لو انا عشت شيء سيء مع اهلي، بس هيدي مسؤوليه كمان انا عم بنقلها. ومن هون بدنا نشجع اكيد كل ام وبي نعيد نظرتنا بحالنا بالابوه اللي عم نعيشها والامومه تنقدر نوصل صوره الله بطريقه مناسبه. وبحب اختم بجملة لمار تيريزا، مار تيريزا دو كالكوتا، اللي هي بتقلنا انه العائلة اللي ما بتصلي او العائلة اللي بتصلي هي العائلة اللي بتبقى متضامنة. وهون قديش دور مهم كمان انه نحط الله بحياتنا بحالة عائلتنا، وان الله راد انتو بكرة بيصير عندكم عيال وان نفرح لكم من عريس. ما تنسوا تخلوا دور الله، وجود الله بحياتكم بحالة عائلتكم، والعائلة اللي بتصلي مثل ما قالتنا مار تيريزا هي اللي بتبقى متضامنة. بدي أشكركم لوجودكم معنا، ومتمنى لكم أن تكملوا دايماً بهالنشاط الكشفي وتكونوا كمان مسؤولين عن أولاد بين إيديكم. وبدي أختم، بدي أرجع أقول مثل مار تيريزا، العائلة اللي بتصلي هي بتبقى متضامنة. بدي أشكر كل المشاهدين لحضور لمشاهدتكم، وإن شاء الله مشكوكم بحلقة تانية. مرسي.